نتكلم عن موضة البدل السنة دي، هل هي اللي 3 زراير ولا اللي بتبقى رايحة لصف تاني من الزرار الأطول ولا الأقصر شوية؟ هقول لك حاجة، البدلة كبدلة فيها تفاصيل بتفصل، بتفرق جدا في الشكل، بس ممكن الناس ما بتاخدش بالها منها. يعني مثلا الـ الخط ده في منه عريض، في منه ضيق، في منه رفيع، ده بيفرق جدا في شكل البدله، في شكل الراجل في البدله نفسها. بيفرق في كتافه يعني والحاجات دي، بيبين ولا بيبينه اعرض لما دي بتبقى عريضه، بيبينه اعرض. وبتفرق كمان في التاي اللي جوه، يعني دي لو عريضه هو بيلبس تاي عريضه، ما ينفعش يلبس تاي رفيع، هيبقى الموضوع مش منطقي، مش مريح. الزراير نفس الموضوع، يعني ممكن تبقى زرار، دي بدله زرار واحد على فكره، ممكن تبقى زرارين، ممكن تبقى ثلاثه، ممكن يبقى دبل بريستد، يبقوا 4 زراير جايين على بعض بالظبط كده. ايه بقى الموضه السنه دي في البدل بقى، في يعني اللي طالع بقى الهيرو؟ هو بقالها سنتين الدبل بريستد راجعه تاني، كانت من زمان قوي موجوده، اللي هو في ناس بتقول عليها الكروازي، دي راجعه بقالها سنتين او 3 سنين منتشره دلوقتي. الزراير نفسها ان هي تبقى متل، كانت زمان بتبقى اللي هي بلاستيك عادي بالظبط، لا دلوقتي ميتال شويه، سواء بقى اوكسيدي او حاجات كده. الفتحات اللي من ورا سواء فتحه او فتحتين، دلوقتي بقت فتحه اكتر او فتحتين، يعني فاهمه الموضوع بقى كويس قوي. احنا عمرو دياب يا فرح هو اللي بالنسبه لنا بنعرف كده الموضه من خلاله على الولاد. بروفر بتاع تملي معاك ده العمر. طب شويه بقى لو هنتكلم على الاكتام يا احمد، يعني مثلا اكيد كل واحد فينا بيبقى عايز شكل جسمه يبان كويس، راجل او ست، يعني هي هنا الحته دي مش بتقتصر على الست بس بصراحه. يعني لو راجل رفيع قوي فما يلبسش ايه، ولو راجل مليان شويه ما يلبسش ايه برده عشان ما يتخنوش، والتاني عشان ما يرفعوش قوي. بصي كلمنا الاول في حاله الراجل الرفيع. الراجل الرفيع دايما يحاول ان هو يلبس حاجات ضيقه، لان الحاجات الضيقه هترفعه قوي، يعني هتبين حجمه الحقيقي، فهو بيحاول ان هو يلبس حاجات اوسع شويه بحيث ان هي تديله فوليوم. يشتري مقاس اوسع منه؟ لا مش شكله هيبقى جوه كده تايه جوه البدله كده. هفهمك قصدي ايه. هو الفوليوم مش معناه ان هو يلبس حاجه واسعه، هو الفوليوم ان هو ممكن يعمل لايرنج مثلا، ممكن يلبس تانك توب مثلا، تي شيرت، يلبس فوقيه قميص ويفتحه، فبدل ما يقفله يبقى شكله ملموم، ويبان ان هو وسطه صغير وكله حجمه صغير، هو لابس قميص وفتحه، ممكن يلبس بليزر مثلا ويفتحه، ممكن يلبس هاي نيك وعليها جاكيت. اللايرنج عموما اوبشن حلو قوي للحد الرفيع. لو كان حد مليان فهو العكس، ما يلبس بقى حاجات ماسكه عليه، لان هو لما هيلبس حاجات ماسكه عليه الموضوع مش هيبقى الطف حاجه. وفي نفس الوقت في ناس بستغرب جدا ان هم مليانين شويه بيلبسوا حاجات واسعه، يقول لك مش عايز يبان حجمي الحقيقي، لان هو لما هيلبس حاجات واسعه وحجمه هيزيد، لان احنا اوريدي. طب ايه ده؟ يعني انا بس في حاجه عايز اوصلها، يعني هنا لا الرفيع يلبس ضيق ولا المليان يلبس ضيق، يعني الضيق مش حل لذيذ في جميع الاحيان. بصي هو الضيق بيبقى مناسب اكتر للحد اللي جسمه مظبوط، الحد اللي هو يعني موضوع مثلا لا رفيع ولا مليان بالظبط كده. لكن الوسط ما بين الاثنين، ان هو مثلا الحد مليان هيلبس بنطلون واسع قوي او جاكيت واسع قوي، هو هيبان اضخم. الموضوع ده في ناس كتير ما بتاخدش بالها منه، فهو لو لبس حاجه يعني وسط او حاجه مظبوطه عليه ده هيبقى افضل بكتير ليه. يلبس حاجه في النص بالظبط. شفنا طبعا احنا بناخد الموضه من بره وبنبدا ايه نعملها هنا. شفت جاستن بيبر وهو لابس بدله فيري لوس واسعه جدا طب يعني هو ده عادي ممكن نلبسه هنا في مصر؟ وانا شفت على فكره في مهرجان الجونه طبعا حد لابس نفس الستايل ده. البدل دي ممكن تبقى موضه عادي تتلبس؟ بصي هو في طبعا ستايلز بتنزل مخصوص علشان الفاشن هاوس عايز يعمل لنفسه ضجه معينه، فبيحاول يعمل حاجه يعني مفاجاه شويه ويخلي سليبرتي هو اللي يلبسها علشان تعمل البوم ده. بس في الطبيعي الحاجات دي مش بتبقى ترندي قوي ما بين الناس بيلبسها، مثلا هو عايز يعمل كامبين معينه فهو بيعمل الباص دي عليها. هي حاجه بس تبقى ترند شويه، لكن مش ده العادي يا ساره ان هو يحضر بيه مهرجان او يحضر بيه فيستيفال او حاجه. حتى ويجز كان لسه لابس من فتره، هو ويجز اللي كان لابس البدله بتاعت جاستن بيبر وكان شكلها حلو عليه، بس هي ما كان مش موضه، بس مش دي الحاجه السائده، يعني بالزبط. مش دي الحاجه اللي اقدر اروح بيها فرح مثلا او اروح بيها مناسبه عائليه او كده. يعني احنا بنتكلم على العادي. طيب مثلا الشميز اللي مثلا الخطوط بتاعته يا احمد ده ابيض في ازرق دلوقتي، ده اللي يلبسه حد مليان ولا حد رفيع؟ الخطوط اللي بالطول دي بتعرض بترفع، يعني اتكلمنا التفاصيل دي اكتر. القميص اللي بالخطوط اللي بالطول دي دايما الافضل ان يلبسها حد اولا يا اما قصير، لان الخطوط دي بتدي الوجن وهم بصري بالطول شويه، او ممكن حد مليان شويه مش هتدي له برده الحجم الكبير. تخيلي كده الخطوط دي لو بالعرض
وحد العرض يتخن اكتر هيتخن اكتر بالظبط. يعني العرض يتخن والطول بيرفع ولو حد قصير شويه ممكن يطوله شويه. اوكي بالظبط كده. فدي الباترنز عموما من الحيل اللي ممكن نستخدمها علشان المشاكل الجسم، سواء حد قصير حد طويل حد طويل، كل الحاجات دي كلها الباترنز بتحلها. ده برضو سؤال خبيث شويه يا ساره، عشان البنات احيانا يعني انا سالته على اكني بسال الراجل، بس انا قصدي طبعا ان انا اوضح رساله برضو لكل بنت ما بين الحاجات اللي بالطول والحاجات اللي بالعرض، علشان في حاجات فعلا بتتخن وحاجات بترفع. وجبت لكم الاجابه من احمد عشان تعرفوا ان حتى لو فقره ذكوريه شويه بس هجيب لكم منها معلومات. فرح عمرها ما هتنساكوا ابدا. في خبص برضو هنا قاعد شويه ما تقلقوش. طب انا عايزه اتكلم بقى عن الستاند اكتر. انت جايب الحاجات دي علشان هي طالعه موضه ولا عشان تدينا رساله من كل حاجه؟ بصي يا ستي، من الفابريكس نفسها بقت تفرق دلوقتي في الشكل جدا. معظم الترندز اللي سائده الفتره اللي فاتت، سواء السنه اللي فاتت او اللي قبلها، الحاجات السيمبل، الحاجات البيزك، الحاجات البرنتد ما بقتش دلوقتي البيزك طالع موضه. يعني مش البيزك كبيزك، الحاجات البرنتد ما بقتش زي الاول. يعني زمان البرنتنجز والحاجات دي كانت هي اللي الناس بتتجه ليها، دلوقتي الناس رايحه لاتجاه يعني مينيمال اكتر. كويس. فالمينيماليزم في حته التيشيرتات هتبقى قطن مثلا. فدلوقتي طالع الخامه مثلا بتاعت التريكو. التريكو لطيفه جدا. ده ممكن ولادي يلبسوا تريكو؟ ما هو ده تريكو وده تريكو وده تريكو وده تريكو. هو انت شايفه فرق؟ انا مش شايفه اي حاجه. لا صراحه انا ما خدتش بالي. هي بتدي اولا بتجسم الجسم حلو قوي. التريكو؟ أوكي. التريكو خفيف قوي. كويس. بيبقى فيها سنه لكرة كده، بتبقى تايت شويه على الجسم، مش بتدي نفس الشكل بتاع القطن لو تيشرت بيزك، وفي نفس الوقت بتدي فاليو حلوه قوي للتيشرت، تحس ان انت لابسه حاجه قيمه. بالظبط كده. هو القميص اللي فرح قالت عليه ده طالع موضه، اللي هو الحاجات المقلمه دي طالعه موضه؟ لا، دي حاجات يعني موجوده باستمرار، تبقى يعني موجوده في الدولاب بشكل اساسي. الباترنز عموما الاشكال، سواء خطوط او رسومات او الحاجات دي موجوده، دي ما بتروحش عليها، موجوده. طيب عايزه بقى اسالك سؤال، حاجة يا سارة بنشوفها أعتقد دلوقتي في الأفراح، بتبقى رجالة لابسة بدلة كاملة، يعني مش زي ما أنت لابس دلوقتي بليزر وسنيكر، لا تبقى بدلة كاملة اللي هي سوت الماتيريال بتاعتها بتبقى ساتان شوية، ولابسين معاها سنيكرز. أوكي. هل ده أوف يعني ولا لا. أنا الموضوع ولا إيه؟ عشان شوية برضو العين مش واخدة على الموضوع ده. هقول لك حاجة، هي حسب، هي ممكن العين تاخد عليها لو البدلة مظبوطة عليها، ولا بس سنيكر كلين بمعنى مش نظيف، كلين ان هو ما فيهوش لوجوهات مثلا، كلين ان هو كده، فساعتها العين مش هتتضايق لو البدله مظبوطه والسنيكر كلين، يعني مايلد قوي. بالظبط.